بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم جبنا لكم جهاز جديد حجمه صغير لكنه به شغلات كلش مميزة وجميلة عجبتنا إلى درجة. الجهاز اللي تشوفونه طوله هذا الطول، يعني مو كبير كلش، حجمه كلش صغير. هذا الباكيت مال الغلاف، زين، به عدة مواصفات تفيد الفني إذا يشتغل به بالورشة. سهل الحمل، تقدر تخليه بالجيب مالتك. يعني راح نحكي على مواصفاته جزء جزء مثل ما تشوفون. مثل ما تشوفون هسه مرفق ويا الجهاز الاسلاك الخاصه بالفحص. عندنا هذا المكان الكم المشترك نربط عليه الواير الاسود، وهذا المكان نربط عليه السلك الاحمر. طريقة تشغيل الجهاز ونشوف شكو به من مواصفات. هنا نشوف الجهاز بعدة شغلات. هنا طبعا على وضع اوف، هنا اذا خليناه راح يجي على وضع الدي سي. نقدر هنا نشعل المصباح مالته بضغطة واحدة، كاتب لك هنا دي سي فولت، بشوفون دي سي فولت. اذا غيرناه على هذا الخيار راح يتغير على وضع الملي فولت. هذا قياس الملي فولت، يعني الفولتية الدقيقة بالجهاز. هنا عدة خيارات بي، قياس الأوم ميجا أوم هذا، وإذا نغير بي نقدر هنا نغير بي الخيارات مالته. لاحظ هنا فحص الجرس، تشوفون هذا معناته فحص الدايود أو الجرس. راح نجرب هسه ونشغلكم إياه. لاحظ، وباستطاعتنا ان نفحص بالدايود هنا. لاحظ فحص الدايود، تعرفونه كليتكم، الجهة لازم عندنا ما يقرأ، الجهة الثانية لازم عندنا تقرأ بالجهاز. هذا فحص الدايود. الشغلة الاخرى بي هذا فيما يخص الدايود، هنا نقدر نقيس بالمكثفات اللي بالنانو فاراد. يعني مثلا اذا عندك اي مكثف بالنانو فاراد تقيسه هنا، اذا ما عندك تقدر تقيس بالمكثفات بالفاراد، يعني بالمايكرو فاراد العفو. نقدر نقيس هاي المتسعه مثلا، نشوف ايش قد قياسها. لاحظ قاس لنا اياها 112 112، او حتى اذا عندك مكثفه غير مستقطب مثل هذه 10 مايكرو فاراد ايضا نقدر نقيسها بهذا الجهاز، يعني يفحص لك مكثف بصوره صحيحه. راح نخلي هنا ونشوف ايش قد يطلع لنا هذا القياس. الجهاز كلش حلو، حجمه صغير، خليناه هسه. لاحظ 10 و25، اذا القياسات مالته صحيحه ومضبوطه 100%. ايضا تقدر تفحص به هواي شغلات، من ضمنها درجات الحراره. تقدر تخليه هنا على درجات الحراره وتفتح هذني الاسلاك تشوفهن، وتجيب هنا المتحسس الحراري. هذا المتحسس الحراري. لاحظ خلينا نشعل المصباح مالته. هنا يقرا لنا درجه الحراره، هنا 30. هذا الحساس طبعا كلش عالي، هسه خليته على ايدي قام يقرا حرارتي، صعد المتحسس. واذا نجيب قداحه او شيء راسا تصعد الحراره. بقى هسه تركته نزلت الحراره مالته، يعني تحسس الحراره كلش مضبوط بهذا الجهاز. الشغله الحلوه اللي بيه اخرى بانه يفحص لك الكهرباء عن بعد، يعني هنا هسه خلينا نشوف اذا اكو كهرباء هنا قريبه علينا. خلينا نشوف. لاحظ هاي كهرباء قربت عليه، فيتحسس لك الكهرباء عن بعد. وايضا بلايت هنا بالخلف، البطاريات مالته بطاريات مال ريموت 2 صغار، ويقيس لك الامبير لغايه 10 امبير بالاي سي وبالدي سي. الجهاز كلش حلو، انصحكم بشرائه. موجود وسعره رخيص، تقريبا سعره 20,000. حبيت نوركم عليه. تحياتي لكم وشكرا لكم.